هو من مدينة أخرى يعني، حتى ما هي مدينة رئيسية، أعتقد اسمها برشيد أو شيء. أعتقد لعدم قدرة أهله أخذه إلى التوقيع وكان مصر، هرب يعني، وأظن ركب القطار أو حافلة معينة واستقلها ووصل المدينة ونام في الشارع إلى ثاني يوم. هذه القصة اللي وصلتني يعني، وجاء التوقيع وما قدر بسبب الزحمة وبدأ يبكي في المعرض، فلفت نظر أحد المشاركات في المعرض فانبهرت يعني، كيف تترك أهلك وما تعلمهم؟ قال أنا أبغى أقابل أسامة المسلم. هذه كانت قصة أمين، أحد أشد المعجبين الصغار بكتابات أسامة المسلم، واللي عمل المستحيل عشان يلتقي بكاتبه المفضل. هذا النوع من المحبة لا يشترى يعني، أحزنني وأخجلني وفي نفس الوقت أعطاني مؤشر وإحساس بالمسؤولية يعني، إن في ناس فعلا متأثرة بما أكتب. وفور علم أسامة بتفاصيل قصة أمين، خطط مع منسقي حفل تكريم الكتاب لملاقات أمين خلال الحفل. لما تكلمت وياه اكتشفت حتى أن قراءاته لي ما عنده يملك كتب، هو يستعيرها من أصدقاء يعني، فأهدينا كل إصداراتي وقعتها لجميعا وكان سعيد وأمنا له طبعا سكن وتذكرة ورجع لأهله. وهالضجة حول أسامة المسلم ما هي شيء غريب عليه، فلطالما حضور المميز بكل مناسبة ثقافية بيستقطب أعداد هائلة من مختلف الأجيال اللي يحبوا أعماله، وزي ما شفناها بمصر بأكثر من نسخة من معرض القاهرة للكتاب، ولكن هالمرة خلال زيارته للمغرب وبالتحديد مدينة الرباط لتوقيع روايته الجديدة خوف. وهناك وصلت حالة ازدحام الناس اللي كانت بتحاول الحصول على توقيع كاتبها المفضل لتدافع شديد وحالات إغماء، واضطرت إدارة المعرض والسلطات الأمنية إلى توقيف حفل التوقيع. هذا كان قرار الأمن، وأنا مو ضد قرار الأمن، الأمن هم شافوا أن الوضع راح يكون خطر على الناس. أنا ككاتب بدونكم لا شيء يعني، الكاتب بدون قراءه لا قيمة له إلا ما كتب. في النهاية أحب أشكر جميع قرائي القدامى والجدد والحاليين، شكرا لكم عبر 10 سنوات من القراءة والمتابعة والإنصات، إن شاء الله إلى الأمام، وكلما ظننا أننا وصلنا قمة وجدنا أن هناك نجوم ممكن أن نسألها. وثقة جمهور أسامة وحب الأعمال ما جات من عبث، فأسامة المسلم تميز عن غيره من كتاب الوطن العربي بطريقته الخاصة بجذب مختلف الأعمار إلى كتاباته، بالرغم من تأثير السوشيال ميديا على الكثير منهم وتنافسه الصعب مع القراءة. وفي فترة لاحظت أن فعلا القراءة بدأت تخسر معركة مع السوشيال ميديا والبلاي ستيشن والأمور هذه اللي فعلا أخذت الشباب بعيد القراءة، فحبيت أن القراءة تعود بقالب ينافس هذه الوسائل الترفيهية القوية يعني الملهية حقا. كونت قالب خاص فيني يعني بعيد عن القوالب، لكن احتاج تطوير، احتاج يكون في نوع من السرعة، لأن الذهن الآن يحب الشيء السريع السهل اليسير، فكان مزج من الأسلوب السهل الممتنع مع الدخول مباشرة في الفكرة بدل الإسهاب في السرد، يعني تركيبة كذا معينة. طبعا الفانتازيا أيضا لها جاذبيتها الخاصة ومتعتها الخاصة، نجحت مع القراء وأحبوه. ومن الواضح أنه أعمال أسامة المسلم لها تأثير كبير على أكثر من صعيد، إن كان نشاطات الثقافية وتواصل الدائم مع جمهور العربي والأجنبي، فهو بينظر لنفسه كسفير بيمثل المملكة بأحسن صورة قلبا وقالبا. أذهب للمحافل أو معارض الكتاب بالزي الرسمي السعودي، لأن هذا الزي يبقى ويتم التعامل معه كهوية،